طريقي اليوم رح ياخذني لكلية الطب البشري بجامعة دمشق. هي الكلية الحلم بالنسبة لكثير من الأشخاص اللي عم يدرسوا بالمرحلة الثانوية الفرع العلمي، بحبوا يبدوا مشوارهم الأكاديمي منها لحتى يشوفوا لوين بدهم يوصلوا فيها. هي الكلية مثل ما ذكرنا اللي عند المجتمع السوري هي نمبر 1 بالمفاضلة، واللي ممكن يدخلوا لها بشكل موازي، يعني مو بشكل مفاضلة نظامية. خلونا نشوف نحن طريقنا لوين رح يودينا. رح نبلشه من عميد كلية الطب البشري الدكتور نبوغ العوة، وبعدين نحضر قسم عملي ونحضر محاضرة نظرية ونقعد مع طلاب الطب لحتى ناخد منهم تجربتهم ونوصلها لكل اللي عم يتابعونا. خلونا نشوف. يعني من بعد ما شرحنا مقدمة بسيطة عن كلية الطب البشري بجامعة دمشق وطلعنا للطابق الرابع، استقبلنا الدكتور نبوغ العوة عميد كلية الطب البشري بالجامعة لحتى ندردش معه شوي ونتعرف معه على هالكلية وناخذ منه كم معلومة. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا أستاذ ورد. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لاستقبالنا اللطيف. الله يسلمك. والله يعطيكم العافية على الجهود اللي عم تقوموا فيها بكلية الطب البشري. شكرا. خبرنا عن هالكلية بداية كلمحة تاريخية، وشو هيك الانطباع الأولي لأي حدا بيفوت عليها؟ الكلية تأسست بالتقريبا عام 1903، كانت مدرسة طبية من أيام الحكم العثماني، بعدين تطورت الأمور وصارت كلية منفصلة يعني لحالها، انضمت لجامعة دمشق وصار عمرها أكثر من 100 سنة. وعم نفتخر نحن خرجنا عدد لا حد له من الأطباء بنعتز فيهم وبقدراتهم العلمية الحقيقة، ومنتشرين بكل أنحاء سوريا حتى العالم يعني، ومعروف الطبيب السوري بجديته بأمريكا بأوروبا، بيتهافتوا عليه حتى بدول الخليج لأنه بيعرفوا علم جيد وجدي يعني، ما في عنده لعونة أو لعبن، فهذا فخر للكلية. وهي الكلية الوحيدة يمكن اللي بتدرس بالعربي بالشرق الأوسط. تماما، هي الكلية الوحيدة اللي بتدرس اللغة العربية. هذا صرينا على الشيء. إعاقة للطالب الطب أو للدكتور مستقبلا لما بيشتغل؟ ما بسبب إعاقة، لأنه طلابنا سافروا ودرسوا اللغة اللي بالبلد اللي التحقوا فيها، سواء الفرنسي أو الإنجليزي أو الروسي أو الألماني، أي بلد التحقوا فيها ويعني أبدعوا. فالدليل أنه نحن عنا ما شاء الله طلاب يعني جهدهم كبير ومستعدين يتحدوا الصعاب ويتعلموا كل اللغات اللي هم بحاجة له. ليش كلية الطب البشري هي الكلية نمبر 1 بالمفاضلة، إن كان بحلب إن كان باللاذقية إن كان بدمشق؟ شو السبب أنه المجتمع السوري بيتهافت لحتى يفاضل على كلية الطب البشري؟ هلا هي مو بس كلية الطب بمجتمع السوري، كل المجتمعات تعتبر الكلية الريادية هي الكليات الطبية وأولها كلية الطب. فكلية الطب أولاً لأنه هي بأبحاثها ومتابعتها للعلم وبحث يعني بتنشر أبحاث علمية، هي اللي بترفع من سوية الجامعة. فكل ما أنت أعطيت أبحاث علمية وكانت مثبتة بتجارب وإلى آخره، فهي اللي بترفع أنه سوية الجامعة هي الجامعة بتحب العلم متابعة للعلم وما إلى ذلك. مع احترامنا طبعا كل الكليات إلى جهدها، بس هي من كل المستويات بكل الجامعات إلى النظرة الأولى أنه كلية الطب طالب الطب له أولوية أو له أفضلية، وهي أتعب كلية متعبة جدا من ناحية المتابعة الدراسية، يعني ما عندنا مزح، الدراسي دراسي ومتابعة، يعني مو انه والله درس ساعتين وخلاص. بيعرفوا طلابنا انه بيدرسوا اكثر من بقية زملائهم، عنده وقت للراحة للواتساب الفيسبوك الى اخره. نحن طلابنا الطب يعني يا دوب مثل ما بقول بحك راسه، يا دوب يتنفس طالب الطب. فاذا بده يكون جدي وياخذ المراتب الاولى بده يكون بهالشكل هذا، يا دوب بتنفس مثل ما قلت. فلذلك يعني هي كلية مميزة بتعب فيها، بس بالمقابل هي خدمة إنسانية يعني. وبيحصد لاحقا بس يتخرج. تماما، بيحصد بعدين علاقته مع الإنسان يعني مباشرة، علاقته مع الإنسان، فبيكون طبيب ماهر
هو الانسان اللي احسن علاجه راح يجيب له عده مرضى، وبالعكس صح. اذا كان سيء فراح يبعد عنه عدد من لهيك المرضى، بيتعب بالدراسه كثير، بيتعب لانه هذا مستقبله وبالتالي بيرفع من مستواه ومستوى الكليه. طيب ونحن دكتور... جديين يعني بالتدريس، ما عندنا مزح. انا لاحظت هذا الشيء يعني ما عندنا مزح، لاحظت الدكاتره جديين والطلاب كثير جديين تماماً. يعني بنزور لقينا كم حدا نحكي معه حدا يقدر يمزح معك. طيب دكتور، كم طالب عندنا اليوم نحن بكليه الطب؟ قديش عم تخرجوا؟ كيف المراحل الدراسية اللي عم تمروا فيها؟ كم قسم بالكلية؟ هلا كم قسم؟ عن 16 قسم. وعدد الطلاب هلا حاليا هالسنة بما فيها التحضيري حوالي 14,000 طالب طب. عندي السنة التحضيرية لحالها 4,500، وما تبقى بقية السنوات يعني من السنة الثانية للسادسة، كل سنة تقريبا عندي شيء 1,000-1,200 طالب، هذا عدد طلاب الدراسات العليا والدكتوراه، هدول نحن عم نحكي من المرحلة الجامعية الأولى. فبيتخرج تقريبا كل سنه حوالي 1,000-1,200 من جامعه دمشق لحالها، عدد الجامعات السوريه الاخرى تمام. اللي كمان عم ترفض السوق السوريه بالاطباء. تمام، شو اصعب شيء بكليه الطب ان كان للمدرسين وان كان للطلاب؟ هلا ما في شيء اصعب شيء، انه كله جدي وكله في له اهتمام. يعني اول ما ببلش مثلا مرحله ما قبل السريريات بيكون اصعب شيء عندك التشريح والفيزيولوجيا، العلوم الجاده يعني ما فيها حركه، بدك تحفظها مثل ما هي، التشريح مثل ما هو، الفيزيولوجيا او علم الامراض مثل ما هو، يعني ما في الكيمياء او تاريخ الطب مثلا. تاريخ الطب يعني هي ماده بالعكس التحضيريه، انا استغربت انه قالوا لانه هلا التحضيريه عم يدرسوا جزء من المواد الطبيه وجزء من مواد طب الاسنان، لانه هن بالاخر يبدوا يصير طب، يا طب اسنان يا صيدلي. فنحن مجمل يعني المواد عندهم تشمل هالثلاث كليات، بالاخير حسب علامته يا بتوجه هون يا عم يقولوا التحضيريه صعبه، من الامور الصعبه. التحضيرية صعبة. شو رايك فيها دكتور؟ هي سنه محدثه. هلا هي سنه محدثه انشئت لانه بسبب الازمه اللي مرقنا احنا فيها، بتعرف حضرتك ببعض المحافظات البعيده عن المركز العاصمي اللي صار فيها بعض المشاكل، فصار ما في مصداقيه للنجاح البكالوريا، يعني بعض الطلاب عم يحصلوا على علامات اعلى من جهدهم. صح. فاحدث هذا الموضوع التحضيري حتى يكون في عندنا انصاف، انصاف لكل الطلاب كنوع من المفاضله الثانيه. تمام، المفاضله الثانيه انه انت هلا منيح نجحت وهيك جبت علامات عاليه جدا، فرجينا شطارتك هون. العلامات واخذها بجد، مو انه مواربه، فاكيد بينجح هون بياخذ علامات منيحه، اللي لا مثل ما بيقولوا ببين بقى الامور يعني مثل المي بتكذب الغطاس. صح. فهذا الترتيب اللي احدثت من اجله، طبعا هي صعبه لانه عم ينتقل من مرحله الدراسه العاديه بالبكالوريا لمرحله طبيه موسعه كثير وفيها معلومات طبيه اول مره بيتعرف لها. فطبعا وجديه، برجع بقول لك يعني اذا تغاب يومين ثلاثه بتضيع، يعني لازم يتابع لحتى او يومين ثلاثه ما درس بحس حاله ضاع. صح، لانه الاستاذ ما راح يوقف عن طالب اللي والله انا كنت غايب عدلي. عندكم 14,000 طالب يعني مستحيل مستحيل، ممكن يصير كبير. في محاضرات تعويضيه ولكن مو على طول. اي بس مو على طول، يعني بفضل ان الطلاب انه بعدين الاستاذ مثلا تعرف حضرتك بمحاضره الجامعيه مو انا بعطيه الف ب ج مثل مدرسه ابتدائي. تمام. انا بعطي جزء من المحاضره وكمل بقراها. صحيح. يعني اذا انا المنهاج طويل، اذا انا بدي اقرا له كل درس بدرسه لا ممكن ركز على ابرز من القطع، بدي اخلص المنهاج بدي 3 سنين. ما هون هو طريقي هدفه يورجي الطلاب انه شو الفرق بين الدراسه ايام المدرسه والدراسه بالاكاديميه بالجامعه. تماماً. بالمدرسه نحن اللي بناخذه بيجي منه. تمام، حذفونا من هون، حذفونا من هون، هون اللي بناخذه ما بيجي منه. تماما، هون ما في حذف، يعني تصور حالك انت الطبيب بكره حذف لك مثلا التهاب كليه الا للمريض تاخذني والله الاستاذ حذف لي ما اعطونا اياها بالجامعه، هذا ما بتزبط. يعني بده يدرس من جد لجد. طالما حكينا عن الدراسه وعن المحاضرات، اسمح لنا دكتور نروح نحن لنحضر جلسة عملي بالمخابر، ونحضر أيضا جلسة نظري ونشوف كيف الأجواء، ونرجع بالختام بعد ما نقعد مع الطلاب لنوصل لك شو أبرز النقاط اللي أضاءوا عليها وشو بيتمنوا من عمادة كلية الطب إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. من بعد لقائنا مع الدكتور نبوغ صار الوقت لننضم لصديقنا أحمد إبراهيم رئيس الهيئة الإدارية بكلية الطب البشري. أهلا وسهلا فيك. أهلا. برنامج طريقي هو موجه لكل شاب حابب يشوف شو هي كلية الطب البشري. نحن فايتين باتجاه الجلسة العملية، مخبر الجراثيم. تمام، مخبر الجراثيم والطفيليات. هلأ هون عم ياخدوا نظري. نظري. تمام. عم يجهزوا ليفوتوا للمخابر. تماما، بياخدوا توجيهاتهم. بياخدوا التوجيهات وبعدين بيفوتوا بيطبقوا عملي. تمام. قديش مدة الجلسة النظرية والجلسة العملية؟ ساعة بساعة.
ساعة بياخذوا توجيهات مصاري هون ساعة عملي شو بتطلبوا العملية؟ هي الإدارية مهامها صعبة؟ والله يعني إيه في كثير يعني أنت دائما بدك تحاول ترضي كل الأطراف ومستحيل تلاقي اثنين يقتنعوا بنفس الفكرة فتحاول خاصة لما توصل مشاكل تماما هي المشاكل تماما. طيب هلا أنت جايب لي مريول الله يعطيك العافية رح نلبس المريول وننطر الطلاب ليخلصوا التوجيهات النظرية وننضم لهم لنحضر الجلسة خلونا نشوف. طبعا نحن اليوم بمخبر الطفيليات بكلية الطب البشري مع الدكتورة سناء زين الدين اخصائية تشخيص مخبري مدرس بجامعة دمشق. اهلا وسهلا فيك يعطيك الف عافيه. عم نشوف اليوم بعد ما حضروا الطلاب التوجيهات النظرية والمعلومات بالمدرج العملي فاتوا للمخابر، المخابر اشرحي لنا المخبر شو بيضم؟ أول شيء الطلاب بيتقسموا عدة مجموعات، هدول المجموعات معهم مشرفين، كل مشرف مسؤول يدخل الفكرة بشكل عملي ويشوف الطالب بعينه اللي كان عم ينحكى بالمدرج العملي. تمام. أول شيء بيشوفوا سلايدات كلياته بالمدرج، بعدين هون بيجوا بيشوفوا المشهر حقيقة بعيونهم، الأوساط والجراثيم المزروعة على الأنابيب بعيونهم كمان. ليش هذا المجهر مهجور؟ مهجور انتقلت الطالبة عليه. انتقلت. طيب. فبتحب تفضل خذ دورك. أنا اليوم الطالب عندكم وبتكون تشرحوا لي شو عم يصير. أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نشوف شو المحضر موجود. هذا نعم. المجهر أولمبوس. تمام. أولمبوس. هون المحاكمة. نعم. باللوالب الصغير والكبير. تمام. طبعاً الساحة المشهرية بتكون واضحة وفي عنا تلوين مشهري بيكون مسبق، هذا عمل مشهري سابق. بعدين الطالب بيشوف عاد مباشرة. أنا شفت عصيات كولونية. تمام. صح ولا لا؟ عصيات ملونة بملونات جرام، ملون جرام المضاعف. إيجابية أو سلبية؟ سلبية جرام. سلبية جرام. بس برافو عليك. برافو علي أنا محضر منك. أهلا وسهلا. حضرت شوي من النظري لأنه تمام أخذت الفكرة. قد كم جلسة عمل اليوم الطالب لازم يحضر؟ نحن بنفصل كليات وتقريبا 12 جلسة متضمنة مذاكرة مرة وامتحان مرة. الجلسات مقسمين دائما في ساعة بالمدرج بشوف سلايدات وبعدين بشوف بعيونه. هون العمل بإيده حصرا خصوصاً أول جلسات، بعدين بصير يشوف مجهرياً ومحضر مسبقاً، يعني نحن محضرينه هو رح يشوف ويميز. شو المطلوب من الطالب بجلسة العملي؟ يعني أنا كطالب طب بشري سنة ثالثة اليوم جاي كيف بدي أطلع أنا وأخذ العلامة التامة؟ كتير مهم أنه يكون الهدف بالأول أني أتعرف على الجراثيم لأن هدول رح يرافقوني كل المسيرة الطبية. الجراثيم هي معظم الأمراض عنا سببها جرثومي. تمام؟ فلازم الطالب الطب يعرف انه هدول لازم يضلهم بذاكرتي مدى العمر، فانا بتعرف على شكلهم، بعرف صفاتهم، بدهم يضلهم بذهني. هلا انه يلاقي ياخذ العلامه هي شغله يعني تابعه طبعا لجهده الذاتي بالدراسي ولجهدنا نحن عليه. نحن طبعا كجروب كثير منظم وكثير بنعرف انه وصلنا المعلومه ووصلت ام لا، بنضل نساله اسئله تفريقيه انه وصلت المعلومه ام لا. صح يعني بتتاكد بس بالاخير ايه اذا هو مجتهد ومعظم طبعا طلاب الطب ما شاء الله عليهم كله مجتهد بيغاروا منهم كل الكليات. تماما تماما فعندهم حافز دائم انهم يعطوا اكثر ما يمكن. فالعلامة سهلة عليهم يجيبوها. صحيح. بس أنا كتير 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 بأصر إنه هاي المعلومة ما رح تتوقف على أخذ العلامة، هاي مدى الحياة. خدوها وثبتوها كتير منيح. كتير منيح. طيب بيندم طالب الطب البشري بمرحلة من المراحل إنه فات طب بشري، بيلاقي حاله انعزل عن المجتمع، حيدرس أقل شيء 12 سنة ليتخرج بين اختصاص وبين ليصير طبيب، حيمر بعقبات كتير كبيرة. إذا ندم أو إذا وصل لمرحلة من اليأس من خبرتك كيف تنصحي؟ هلق أنا ما بتوقع ما عندي احتمالية إنه طالب طب يندم بمستقبله إنه دخل هذا الفرع، لأن دائما عنده الرغبة الجديدة ودائما كل يوم تتحفز برؤية المرضى إنه لازم يصير أحسن. الشغلة الثانية ذكرتها إنه هو ما بيخلص دراسة 12 سنة،
دراسته مدى الحياة، وإذا توقف يوم عن فتح الكتاب هو بطل الطبيب المتابع، صار طبيب قديم. تمام. حتى لو مختص ولو ما أخذ فوق بده يحضر اختصاص. مؤتمرات بده يشوف شو عم يصير، دائما في فعالية، دائما نهاية نهاره بده يكون فاتح اللابتوب قدامه وعم يقرأ الأب تو ديت. وأنا بنصح أطبائنا جميعا جميعا، حتى اللي ماخذين فوق اختصاص، إذا ما كان بشكل يومي عم بيعيد معلوماته رح تنتسى إجباري. صحيح. هذا حكما بتقدم العمر. فإذا الحياة دائما فيها دراسة. الشغلة الثانية، لا ندم بالطب لأن كل يوم في حافز. طيب جديد. إذا في طالب بكالوريا عم يشوفنا وطموح الطب البشري، ختاما لا يرسم طريقه المهني والأكاديمي كتير صح، لازم أنت يا طالبنا تعمل 1 2 3، شو لازم يعمل؟ بشجعه كتير طبعا على الفرع الطبي، مش بس لأنه هو خدمة إنسانية، مش بس لأنه هو خدمة عملية يعني للمجتمع، لا هو خدمة بالأول لذاتك. أنت لما بتدرس طب كتير كتير بيكون عندك حافز. شو المسؤولية اللي بتزتيها على كتافه؟ نحن ما بدنا نعطي بس مسؤولية تفعل. كتير كبيرة كتير كبيرة. ما تتخيل يوما أنه أنت رح تهمل كتابك، ما تتخيل يوما أنك أنت رح ترتاح بالمطلق. يعني إذا تخرجت أنا برتاح؟ لا, لا. وحتى بعد الاختصاص لا راحة، دائما عمل. وبدي أقول لكم شغلة، أنه الحياة هي العمل، لا يوجد حياة بلا عمل. كرمال كثير حلو هذا الفرع لأنه العمل مستمر. حلو. كرمال هيك نحن عم نرسم الطريق، طريقي عم نوضح الطريق لطلاب الطب البشري اللي فايتين على الطب. ناخذ من خبرة الدكاترة، ناخذ من الخبرة العمادة، من الطلاب نفسهم، نحطكم بالجو مثل ما هو فعلا على الأرض الواقع. شكرا كثير. حلو. متفائلة دائما أنا بهذا الفرع. أهلا وسهلا. لحد هلق عم سجل اختصاصات وأدرس. ما شاء الله عنك. هذا هو الطموح اللي بدنا، هذا هو الطريق الطويل اللي بنمشي قدما للأمام. نحن رح نروح نحضر هلأ نظري، جلسة نظرية بمبنى المدرجات، ونترككم تكفوا جلستكم. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا الصباح. الله يعطيك ألف عافية. ومنتمنى زيارتكم دائما. معناها نحن حضرنا جلسة نظري، عفوا عملي، متجهين باتجاه النظري. نحن هون شؤون الطلاب، هون نوافذ الشؤون، بس لتسجيل السنين، بس للتسجيل. وفاضية. خلصوا الشباب، خلصوا. غريبة انه شؤون الطلاب فاضية، وقدامنا نحن المكتبة، هون المكتبة. تمام. هون بيقعدوا الطلاب بيدرسوا. مطالبين الطلاب بنسبة دوام نظري؟ لا، نظري نحن ما عنا. قديش علامة النظري وقديش علامة العملي؟ هلا حسب، مثل انه اول 3 سنين هدول النظري بيكون عندهم من 70 والعملي من 30. اما لاخر 3 سنين هنا سريريات 80 علامة على النظري. بتتوزع العلامة بين مذاكرات وبين النظري؟ لا، النظري بس. العملي عم نحكي. العملي ايه طبعا. مذاكرتين بالفصل او مذاكرة؟ مذاكرة وامتحان اخر شيء. مذاكرة وامتحان نهائي. معناها نحن رايحين نشوف الجلسة النظرية. تمام. بمبنى المدرجات، المحل ما بياخذوا طلاب الطب البشري محاضرات النظرية. يا حظنا شو رح نحضر محاضرة، خلونا نشوف.
من بعد ما حضرنا بالمخبر جلسة عملية وأيضا حضرنا جلسة نظرية بقاعة المدرجات، صار الوقت لنقعد مع طلاب الطب البشري لنعرف من خبرتهم وطريقهم كيف كان والمشوار لوين رح يوديهم. معنا لليوم نور، صبحي، معاز وفراس. رح بلش مع عندك فراس، أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. أي سنة أنت؟ سادسة. سنة سادسة طب بشري، يعني قربنا للتخرج. هانت، خبرنا عن السنة السادسة شو بتتميز؟ هلا السنة السادسة الشغلات اللي بتتميز فيها إنه نحن حاليا منتهيين من موادنا النظرية، حاليا بنخضع لشيء اسمه الاستاجات السريرية. آخر كل استاج عندنا مقابلة، هاي المقابلة تكون ترشيحية، لوقت تخلص المقابلات بكون عندنا الفحص الوطني. تمام، هذا الفحص الوطني الموحد اللي بيخليكم تتخرجوا. شو رأيكم تمام بهذا الفحص انتم طلاب طب سنة السادسة؟ الفحص الوطني بداية هو يعني فينا نقول غير قانونيا، لأنه كل الكليات هي المفروض نتخرج طلابها، بعدين بيكون الفحص الوطني ليكون للاختصاص أو لفرز على أساس الدراسات العليا. يعني للدراسات العليا مثل ما قلت، وليس شرط للتخرج إلا بكلية الطب البشري والكليات الطبية والأسنان، هو بيكون شرط للتخرج. بصراحة يعني وضع الفحص ما هو كتير جيد، لأنه هلا هاي السنة مركز القياس والتقويم عم بينزل مراجع، 7 مراجع، عدد صفحاتهم كتير كبير وسعرهم غالي بالنسبة للطلاب. سعرهم غالي، غير إنه بين مدة الفحص والفحص هنا كتلتين بيكون بأسبوع، علما إنه إذا الواحد بس ده يقلب صفحات بده برياحة 15 يوم يعني اللي يلحق هذا الحكي. عدا عن إنه المراجع ما كل أسئلة عم تجي منها، يعني صارت تكلفة ووقت ما في علامة. شو أصعب شيء كان بكلية الطب؟ هلا اصعب شيء بكليه الطب كمواد ولا كصعوبه بشكل عام؟ كصعوبه بشكل عام، كشاب سوري عم يدرس طب بشري وايضا كمواد. بالنسبه لي الصعوبه كانت باول سنتين، كان موضوع الطريق كان ما كتير امن، بس نشكر الله يعني هلا تحسنت الاوضاع وصار الطريق يعني ظابط الحمد لله. الصعوبات الثانيه كانت تكون في صعوبات الضغط، احيانا يكون مثلا عندنا استاج ما خلص 12، عندنا عملي على 4، بدنا نضطر ننطر ما فينا نطلع، عدا عن فتره قبل الفحص اللي بيكون فيها ضغط كتير كبير، غير انه طالب الطب بالذات هو لازم عليه بشكل دائم يجيب اعلى علامه ممكنه لانه بتدخل بالاختصاص. صحيح. يعني النجاح بعلامه متدنيه بالنسبه له أسوأ من الرسوب، بفضل يرسب في طلاب ترسب اذا حسيت انه علامته راح تكون واطيه، خاصه تمام. لما كان في عندكم دوره تكميليه في ناس تماما بتكتك على الموضوع. خلينا نشوف رأي الصبايا. نور، اهلا وسهلا فيكي. انت خلصت السنه التحضيريه وهلا سنه ثانيه، عندكم مذاكرات هالاسبوع الاسبوع الجاي او هالاسبوع؟ في هالاسبوع وفي الاسبوع الجاي. طيب السنه التحضيريه سنه جديده بالنسبه لطلاب الطب البشري، على اساسها بينفرزوا اما طب او صيدله او شو أسنان. او اسنان. انت انفرزتي طب بشري، كيف احكي لنا؟ كرغبه مني طبعا، كان بالبدايه انا من وقت ما فتت على التحضيري كانت رغبتي يعني البشري، ويعني مشيت على الاساس. صراحة كان الموضوع فيه شوية صعوبة، إنه في ضغط يعني كمواد تحضيري، في فرق عن التحضير عن البكالوريا. شو الفرق بين البكالوريا وبين السنة التحضيرية؟ تمام، حتى عم يشوفونا يعرفوا من خبرتك. تمام، هلا بالبكالوريا كان عندك هذا الكتاب وعندك مين يشرح لك يا وشو بيقول لك شو يجي وشو ما يجي وكذا، أما بالتحضيري أنت بدك تسعى ورا هذا الشيء، يعني أنت بدك تركض ورا المعلومة، أنت بدك تشوف مين الدكتور اللي ممكن يشرح لك اياها بالطريقه الصح، انت تدور انه مثلا انا يمكن ما افهم هذا الدكتور، بدي انا شيء ثاني او حدا ثاني او مرجع ثاني، مرجع ثاني انا اقدر افهم منه. يعني انا بصراحه لجأت ببعض المواد لهذا الشيء ولقيت هذا الشيء افضل لي. طيب البكالوريا اللي اهلتك لتفوتي تحضيري، كيف كانت سنه البكالوريا؟ كمان كان الضغط بصراحة، حسيت التحضيري كان مثل البكالوريا الثانية الساعة أوسع، يعني يعني إنه حسيت إنه إيه كان في ضغط بالبكالوريا، ما لحقنا نرتاح فترة رجعنا على نفس القصة يعني. والله اللي بده الحمد لله اللي بده هذا الشيء اللي بده طب بشري اللي بده طب بشري بده يتحمل لسه مشوارك طويل. طيب طريقك لوين رح يوديكي بالطب؟ شو بتتوقعي؟ هلا ان شاء الله اذا بضل على هذا المنوال وبضل مكفاية بهذا الطريق ان شاء الله، يعني انا بس بسعى اني احصل علامات عاليه مشان مثل ما قال فراس انه يعني العلامه العاليه كمان بتاهلني بالاخير لاخذ اختصاص بيناسبني كمان. شو ناويه بين معك هيك اخذت الطريق لوين ولا لسه؟ هلا بصراحه كثير بينحكى انه انا كمان كبنت يعني بحس انه اختصاص الجلديه مثلا او النسائيه او الغدد، يعني هدول اكثر شيء بفكر فيهم. ما تركتي شيء؟ لا هدول ثلاثه اكثر شيء، بس انه كمان هذا الشيء ما بيتحدد هلا يعني حتى تصير ما بتعرفي شو بيصير معك. ان شاء الله ما بيصير معك غير كل خير يا رب. صبحي، اهلا وسهلا، الله يعطيك العافيه. الطلاب المميزين اللي بلشوا بالموازي ونعفوا من الرسوم لانه هم من الاوائل الحمد لله. طالب الطب البشري اذا طلع من اول 10 فهو بينعفى من الرسوم. خبرنا عن هالتجربه. هلا انا بالسنه الاولى كنت بما اني جايه موازي فالى حد ما كان
كان انه مثل قلة ثقة انه اللي اشطر مني جايبين معلومات اعلى مني فنن اشطر مني. فبالتالي انا كان دراسة يعني خفيفة، مو خفيفة يعني ادرس العلامات، مو العلامات الفهم يعني بشكل رئيسي، ما كنت حاطط بالي انه ممكن اطلع من الاوائل. فباخر السنة لقيت حالي انه بعد ملف انعمل انه انا ترتيب الحادي عشر، فانه انا بس لو قمت هالفكرة من راسي وشديت حالي اكثر بقدر اطلع من الاوائل. وفعلا الحمد لله بالسنة الثانية، السنة الثالثة، الرابعة، وان شاء الله الخامسة بكون طلعت من الاوائل ان شاء الله. طلعت نتائج وبتطلع من الاوائل ان شاء الله. يا رب. من رسوم الموازي بالطب قديش؟ 200,000 لل 200,000 السنة يعني. انا مسجل. انت موازي؟ انت موازي وعم تدفعي هلا على فرق 0.1%. فيك تقول 0.001 كمان، لانه هن انه بيطلبوا 9 انه طلبوا السنه 89.966 يعني انا 89.89 انه يعني لو اسا جزء كنت، بس الحمد لله. صبحي نموذج قدامك، شدي الهمه ان شاء الله. انا بتنعفي من الرسوم ان شاء الله. انا عندي تجربه مع الموازي، فبتمنى من اي حدا دارس موازي انه يطلع من اول ثلاثه او من اول عشرة مشان يقدر ينعفى من الرسوم ويريح اهله من هالتكاليف ان شاء الله. صبحي قبل ما انتقل لعند معاذ بدي اسالك، شو أصعب شيء بالطب البشري مرق معك باعتبارك سنة خامسة؟ هلا أصعب شيء بالنسبة لي ممكن تقول إنه هو ضغط الدراسة أو ضغط حجم المواد الكبير، بس هذا الشيء متوقع من إنه ككلية طبية. ممكن اللي هو التهديد أكثر شيء بواجه الطب البشري الطبيب الطالب الطب اللي هي إنه سوء تنظيم وقته. يعني إذا واحد ما قدر ينظم وقته كله بيصير حياته عشوائية، فبيصير بنضغط كتير، بينجز كتير. إيش بيقولوا إنه طلاب الطب محرومين من التواصل الاجتماعي؟ هلا هذا الأمور هي عبارة بس أولويات. يعني إذا واحد نظم أولويات بحس إنه دراسة أول شيء، بعدين بعد التواصل الاجتماعي بحيث إنه ما يقطع حاله بشكل كبير بيقدر ينظم هدول الأمور. بس مشكلة كل ما الواحد زاد بالمرحلة بالجامعية بعدين الاختصاص كل ما قل التواصل الاجتماعي أكثر وأكثر وأكثر، بس بضل إلا ما يكون في بين أصحاب الأطباء يعني. طيب لأختم معك، إذا بدنا نغير شغلة بكلية الطب شو بدنا نغير؟ إذا نغير شغلة بكلية الطب، أنت خبرة هلا وصلت للسنوات الأخيرة أي تمام، وعلى وش تخرج، من تجربتك أنت وزملائك بدنا نغير شيء بكلية الطب، بنقول إذا صارت هالقصة بتصير كلية الطب البشري بجامعة دمشق أحسن. كلية الطب هلا ممكن إنه الأسئلة بس نمط الأسئلة تكون بالامتحان تكون تعتمد أكثر شيء على الفهم والربط السريري وليس الحفظ، لأنه إذا الأسئلة كان الأسئلة هي اللي بتحدد كيف الطالب بيدرس. إذا أسئلة بصم حيدرس بصم، إذا أسئلة فهم إجباري رح يفهم. في راس تحمست تجاوب شو؟ صراحة يعني هي مشكلة عمرها سنوات، انه نحن لما بدنا نقبل نشوف قديش عندنا عدد، نخلي طلاب تختص بعدين نقبل عدد طلاب عليهم. يعني في بالسنه التحضيريه يمكن قد كم طالب؟ يعني فرز للطب 1200، عدد مقاعد الاختصاص ما بيتجاوزوا ال 500. يعني انت كانك عم تقول 700 طالب يا اقعد بلا اختصاص يا سافر. صح، يعني ناخذها بعين الاعتبار. معاذ اهلا وسهلا فيك، انت كمان طالب سنه ثانيه مع نور مفروض تكون، خبرنا شو اصعب شيء من وجهه نظرك كطالب طب سنه ثانيه؟ أول شيء أهلا وسهلا فيكم كلية الطب البشري. أصعب شيء كان بشكل عام هو كثافة المنهاج، أما من حيث كمواد فكان أصعب شيء هو لحد الآن الكيمياء والفيزياء والفيزيولوجيا. فكرة كذا طالب قال لي الكيمياء صعبة، الألديهيدات وهالقصص الثانية تمام صعبة. طب إذا في عنا مادة صعبة كيف تتجاوزها؟ يعني أنت نجحت بالكيمياء صح؟ تمام. كيف تجاوزتها إذا كانت مادة صعبة؟ يعني هي بشكل أساسي بالنسبة للكيمياء بالذات احنا فينا نستعين باتمتات بملاحق كانت مساعده تعملها فرق مساعده لنا، وبشكل اساسي اذا في مراجع ممكن نستفيد منها اكيد لازم نستعين فيها، ونعتمد على المصدر الاساسي اللي هو الكتب مع الفرق التطوعيه اللي عم تساعدنا بالمحاضرات. طيب سؤال بيني وبينك، ندمان انه دخلت طب بشري؟ بالعكس، يعني بصراحه كان حلمي من طفوله يعني انه افوت بشري، وان شاء الله انه الحمد لله الحلم تحقق، وإن شاء الله نطمح لأكثر وأكثر إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. اختصاصك ختاماً لوين بده يوديك؟ طريقك وين رسمه؟ يعني ناوي إن شاء الله أنه جراحة عصبية مثلاً أو عينية كأحد اختصاصين، يعني مطلوبات كثير عندنا بمجتمعنا. أوكي. وعدد الدكاترة اللي مختصين ضمن هالاختصاصات قليل. صح، العصبية هي يعني جراحة حساسة جداً وبحاجة نحن لكوادر مؤهلة فيها. أنا هلأ رح أطلع لعند العميد وصل له كم قصة أنتوا حكيتوها من حيث عدد الطلاب، من حيث الامتحان الوطني الموحد، من حيث مثلا الكثافة بالنظري بالعملي هالقصص كلها، وإن شاء الله خير. والأكيد دكتور نبوغ هو متفاعل جدا ومن صف الطلاب. الله يعطيكم ألف عافية، ونشوفكم بعد شي 6 سنين 5 سنين دكاترة وتستقبلونا هيك بالخير والبركة. أهلا وسهلا. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا فيك يا هلا.
دكتور نبوغ، نحن حضرنا بمخابر الطفيليات وايضا حضرنا جلسه نظري، قعدنا مع الطلاب، شفنا انه العملي عليه اقبال اكثر من النظري. صحيح. يمكن الطلاب بيقولوا انه بيرجعوا بيعدوا لنا المعيدين بالعملي اكثر. هلا المهم، لما قعدنا مع الطلاب اشتكوا من موضوع الامتحان الوطني الموحد، وقالوا انه كليه الطب البشري هي الوحيده اللي ما بتقدر تخرج طالبه. تخريج طالبه هو رهن وزارة التعليم العالي أو صحيح. الامتحان الوطني الموحد. شو الجدل الهائل اللي صاير على الامتحان؟ الامتحان الوطني أنا بعتبره نوع من الـ يعني فيه بعض الظلم من طلابنا. الدليل أنه مثلا طالبي بيكون خلال السنوات كل علاماته بالثمانينات، بيجي على الامتحان الوطني بياخد 60 معدله. فبعدين عم يدرس من كتبنا، المفروض كتب اللي نحن كلياتنا درسنا فيها والمراجع اللي عم تتطور دائما ضمن ديون، بيجي على الامتحان الوطني بيفرضوا عليه انه يدرس من مراجع معينه، وهالمراجع ما هي افضل من الكتب الجامعيه تبعنا، لسبب انه هاي المرجع طلاب عم تترجمه او استاذ جديد يعني لسه هلا تخرج عم يترجمه ويحطه بالسوق، اسعاره غاليه عم يرهق الطلاب، وبالاخير يعني ما كتير هو جدي بهالموضوع، لانه انت كل دول العالم أي امتحان بتقدمه إذا أعطيتني المعلومة الصح سواء مرجعك كان من هون ولا من هون أنا بجاوبك عليه، مو بفرض عليك مرجع معين. أما هون عم يفرض عليهم هالمرجع، وهذا عم يسبب لهم ثقل مادي وثقل أنه بدي أرجع يدرسوا من أول جديد. صح. أنه أنا دارس هالي 5-6 سنين والامتحان كتلتين أسبوع واحد تماما. وبعدين يعني فيها ظلم للطلاب، وهي كانت يعني المنحة منا أنه هذا الامتحان الوطني مشان نوفق بين الطلاب اللي بدخلوا الطلاب دراسات عليا. فهلا اللي ما بده يدخل الطلاب دراسات عليا ما له مضطر يعمل امتحان يعني وطن. احنا بنجعله شرط للدراسات عليا وليس شرط للتخرج. لا هيك المفروض، انا المفروض انا خرجوا الطالب، انا تعبت عليه 6 سنوات المفروض انا اتخرج. بس انا اذا بدي اعمل دراسات عليا مشان يتوازن مع الجامعات الخاصه، ما نقول والله هي اشطر ولا هي، يكون بشكل موحد. بس هذا شذ شوي عن هالطريقة. حتى طريقة اختيار الأسئلة فيها بعض الإجحاف للطلاب. تماماً، في أسئلة الطلاب بآخر كم امتحان. هلأ عم يتابعونا صفحة الامتحان الوطني الموحد على الفيسبوك اللي كتير بيوجهوا لك تحية، لأنه أنت من صفهم دكتور ونحن أنا من صف الحق أكيد. الحقيقة يعني صحيح. أنا مالي ضد الامتحان الوطني كفكرة، بس وقت بتشذ عن طريقة بتصير يعني معضلة للطلاب. وأنا بشوف طالبي قديش بتعبان، وأنا فرحان في إنه علاماته بـ80 طول سنوات دراسته، تصور 5-6 سنين بيجي على امتحان واحد بصير علامته 60، يعني في خلل بالامتحان مو بالطالب. بدنا نعيد هيكلة، بعدين ما يكون هالاستبدادية بالامتحان الوطني. صار في استبدادية. وصفت كلمة الطلاب وصفوا لي تماما استبدادية، ما بصير يا أخي. أنا عميد كلية وفي عندي أساتذة لازم يشاركوا بالامتحان، بعدين أنا بعرف طالبي أكثر من المسؤول عن الامتحان الوطني. امتحان الوطني صفت مثل عنق الزجاجة بدون أي رحمة أو بدون للأسف. أي يعني مع للأسف. الأسف على فكرة نحن من سنوات عم نحكي هالموضوع، وإن شاء الله يا رب نلاقي إن شاء الله نتمنى نحن يتعدل بس الآلية تبعه، بعدين ما يسيطر عليه شخص. ما بيصير يعني هلا الشخص عم يسيطر عليه، على عيني وراسي مهما كانت قدراته، بس بالمقابل انه لازم يكون في مجلس اداره يكون فيه مجموعه دكاتره من الطب وطب الاسنان والصيدلي، مو بس الرئيس تبعه يكون من طب الاسنان او من الطب او من الصيدلي، لا يكون في مجلس. مجلس اداره. انا بالطب بتوجه لاهل الطب، من الصيدلي بتوجه لاهل الصيدلي، اما انا القاضي بكل شيء ما ظبطت. نحن كاعلام دكتور وكبرنامج طريقي نحن هدفنا نورجي وجهات النظر، وبالنهاية نرجع لأهل الاختصاص أمثال حضراتكم. يعني أنا بيهمنا مصلحة الطالب الباب بالأخير. ونفتح الباب أكيد لكل حدا عم يتابعنا لحتى يعطي رأيه. ختاماً، إذا طالب فايت على كلية الطب البشري وبده يرسم طريقه الأكاديمي والمهني، شو العقبات اللي رح يوقع فيها وبتحذروه منها؟ وشو بتنصحوه أنه لازم يكون طريقك مشرق إذا مشيت 1-2-3؟ هلا ما في عقبات اذا هو اهتم بالدراسه وتابعها، مثل ما بيقولوا كل فصل بفصله وكل محاضره بمحاضرتها، بيلاقي صار يحب الطب. امتى بيكره الطب بصير عقبه بالنسبه له؟ بتتراكم عليه المواد وبيضيع، ما عاد يعرف شو وين بده يبلش وين بده يدرس، وبيرسب بس يرسب ماده 2-3 بتعقد. كريت المسبحه تماما. فالترتيب انه بده يكون جدي وبده يعطي جهد الاكبر للدراسه وينسى لي اهتمامات الشخصيه. مع الاسف يعني انا دائما بقول للطلاب انه الواتساب وهدول متاخرون للاخر الليل، مو نشتغل على هدول بعدين نيجي بنحط المحاضره بكون عسنا نمنا. تمام. لا، خلص دراستك بعدين تسلى قد ما بدك بالامور الثانيه. فالحقيقه ما في وقت كثير للتسلايه،
وخاصة بالسنوات الأولى التحضيرية أو السنوات تماما لحتى يبني حاله، وبعدين بس يصير بالسنوات السريرية بصير بحب الطب اللي بيعشقه، لأنه عم يتعامل صار مع إنسان عم يشوف المرضى وعم يشوف الإنسان المريض وقت بيطيب قديش بده إلى الطبيب، بدعاء من قلبه طالع يعني مو إنه دعاء تجاه يا تماما يا بدي عليه يا بدي له. فيعني لازم يتابع هذا الطريق، وأنا بتمنى للكل يتابعوا طريقهم بنجاح لأنه هن المستقبل صحيح. يعني إحنا هلا مرحلة بعدين رح نسلمهم الرأي، فبدي أنا أطمئن إنه أخذوا الرأي بجد ويتابعوا، ولأنه هذا بينعكس على البلد على مستواها وعلى الوعي الصحي والمواطنين يعني بهمنا بالأخير. كل المحبة والاحترام لجهودكم ولحضرتكم دكتور نبوغ العوا عميد كلية الطب البشري بجامعة دمشق، وشكراً لاستقبال الرائع. احنا خلص مشوارنا عندكم اليوم واخذنا كثير من القصص، وان شاء الله يا رب كل اللي تابعونا استفادوا منا ان شاء الله. شكرا. يعني تقريبا الساعة صارت 4:30 بعد المغرب، فتنا الصبح طلعنا بالليل بالمساء. نهار الطب البشري نهار طويل. أحمد إبراهيم رئيس الهيئة الإدارية رفقتنا من أول نهار لنهاية، شكرا كثير لك لجهودكم، موفقين أيضا بالانتخابات القادمة. شكرا كثير لك، يعطيك ألف عافية. مشاهدينا يعني نحن مثل ما قلنا طريقي بكلية الطب البشري كان مشواره ليوم واحد طريق كثير طويل، فما بالكم إذا كان لست سنين إذا الطالب الطب ما اضطر يعيد ولا سنة، وبعدين بيجي 6 سنين اختصاص، وبعدين إذا حب يكمل دراسات عليا وأمور تانية. اللي فايت على كلية الطب البشري ما لا مزحة أبداً، الطريق صعب ولكن في كتير إشارات بتدلنا على الاتجاه الصحيح. إذا قدرنا نحن نكسب الوقت وقدرنا نحن ننظم وقتنا ونحط الهدف الكتير كبير قدامنا إنه أنا بدي صير دكتور بالمستقبل، فكل شيء بيصير سهل. طريقنا رح يودينا بحلقات قادمة لغير كليات، رح نكمل باقي فقرات الحلقة. يسعد أوقاتكم مرة جديدة، طريقنا مكفي معكم بضيوف مميزين ليساعدونا ناخذ من خبراتهم ويرشدونا بمعلوماتهم كيف ممكن نحن نكون مهارات وخبرات. بيقولوا إنه الجامعة ليست مكان كافي لحتى تكسب خبرات ومهارات، لما تفوت على سوق العمل تلاقي حالك جاهز لتمارس المهنة اللي أنت لازم تمتهنها. طيب نحن كيف ممكن نوفق بين الدراسة الأكاديمية وبين اكتساب الخبرات والمهارات؟ إذا الجامعة لحالها لا تكفي، وين أنا بدي اتجه حتى كون هالمهارات؟ منلاقي اليوم نحن كل الشركات مطلوب خريج خبرة لا تقل عن 5 سنوات أو مهارات في كذا وكذا وكذا، من وين بدي حصلهم؟ هذا هو محور حديثنا اليوم مع الأستاذ فادي رحمون، اختصاصي بالتنمية البشرية وبتنمية الذات ومدرب معتمد بهذه المواضيع. أهلا وسهلا فيك أستاذ فادي. أهلا وسهلا فيك. مثل ما حكيت بالمقدمة اليوم في فجوة بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، شو سبب هالفجوة؟ الحقيقة بتشكركم أول شيء على البرنامج المهم، وبتمنى فعلا يكون محط اهتمام كل الطلبة أو حتى اللي عم بيجهزوا حالهم ليكونوا بالمرحلة الجامعية من الطلاب بالمرحلة الثانوية إن شاء الله. بصراحة هذا الموضوع كتير مهم وحساس اللي حضرتك عم تطرحه، اللي له علاقة بالفجوة ما بين التعليم الأكاديمي والمتطلبات سوق العمل. نحن للأسف يعني نمط التعليم الموجود حالياً واللي نحن كنا عليه ولا يزال دائماً بيعطينا المعلومات الأكاديمية اللي نحن فينا نمتحن فيها، فينا نحن نكون يعني معلومات حقيقية صحيحة على الاختصاص اللي احنا فيه. ولكن الصدمة اللي بتكون نوعا ما لما انا خلص المرحلة الجامعية وبلش بدي اقدم نفسي كشخص باحث عن عمل او عم بأسس هذا العمل، فهون بصراحة بلاقي انه لازم مجموعة من المتطلبات والمهارات تكون متواجدة فيه تدعم الجانب الأكاديمي اللي انا اخذته من الجامعة. هاي المهارات أنا ما أخذتها من الجامعة ليه؟ اليوم يعني بعتقد عندهم يعني نحن كتير خلال بعض التجارب اللي كانت لإلي بهذا الاختصاص حاورنا فيها دكاترة جامعة أو المسؤولين عن هذا الموضوع، فاحتمال يقولوا لك الوقت، يعني موضوع الوقت بالنسبة لطالب الجامعة الوقت عم بيكون كتير مضغوط دوبه يحصل أكاديمياً هاي العلوم. هلأ بعض الجامعات الخاصة خلينا نقول بلشت تنتبه لهذا الموضوع وحساسيته، إنه أنا الطالب اليوم قد ما غذيته
معرفيا لما ينزل على سوق العمل عم بيكون ناقصه شيء مهم كثير لا يقل اهميه عن المعلومات الاكاديميه. فبلشت تلتفت يعني في بعض المواد تصير عن المهارات الحياتيه او المهارات الذات اللي بتلزم الطالب بهذا المجال. طيب. شو الحلول، شو الابواب اللي لازم اطرقها انا لحتى اكسب مهارات اثناء الدراسه الجامعيه؟ اليوم الحقيقة يعني من خلال عدة سنوات منحس أنه بواقعنا بشكل عام باشر في هذا المزاج، يعني عند سواء مراكز تدريب كانت سابقا يعني تركز على بعض المهارات التخصصية. يعني اليوم مثلا المهندسين بيلزمن مجموعة من البرامج التخصصية الهندسية يمكن ما كانت تقدر يأمنوها بالجامعة، فالمطلوب أنه هو ينميها مهارات شخصية هو يكون عم ببادر فيها. فكانت هي المراكز التدريب تمنح هاي الفرصة. اليوم حتى هاي مراكز التدريب بلشت يعني تشتغل على برامج العلاقة بتنمية الذات لهي الأشخاص، تعطيهم مهارات حياتية، تعطيهم مهارات شيء له علاقة ب خلينا نقول التفاوض، القيادة، كيفية العمل مع فريق، ممكن يكون كإدارة أزمات. هاي كلها بصراحة اليوم أثبتت أنه صارت ضرورة ملحة عند أي شخص بغض النظر عن الاختصاص الجامعي أو الأكاديمي اللي هو كان عم يدرسه. أنت قصدت دورات، ورشات عمل أو تطوع في منظمات وجمعيات معينة ممكن أكسب من وراها مهارات. طب أنا اليوم في كتير دورات عم تنعمل، شيء خاص، شيء برايفت، وشيء بمصاري وبالمبلغ المرقوم، وشيء بعمل جماعي تطوعي ببلاش. أنا كيف بدي اختار كطالب أي دورة هي الأنسب لإلي؟ هلأ للأسف اليوم صار مثل ما يعني سبق قلت لك، اليوم صار هذا هيك مزاج عام، أو خلينا نقول موضة الدورات اللي بدها يعني تنمي هي فصار أي مركز بده يسوق لحاله بمجموعة من الورشات، فدغري بيقدم حاله أنه أنا عم بعمل ورشات مجانية أو بجوز بأسعار رمزية. هلأ اليوم الطالب بصراحة صار من مسؤولياته قبل ما يحضر أي ورشة يكون واعي هو لوين رايح يحضر. هذا الوعي ممكن اليوم صار بالسوشيال ميديا أو من خلال معارفه أو علاقاته مع زملائه، يقدر يعرف تماما هو لوين رايح. ممكن أنا قبل ما أتجه لأي مركز تدريب أو أحضر أي ورشة أنا لازم أعرف اليوم مين هذا الشخص اللي بده يحاضر فيه، أو أنا هي المعلومة اللي أنا بدي أتبناها مين الشخص هذا اللي أنا عم يعطيني إياها. هل هو فعلا كفؤ لحتى يكون؟ فأنا لازم دور على اسمه أو أسأل بعض الأشخاص اللي هني ممكن يكونوا عم يحضروا. تاني شيء بدي أسأل، هل هي المهارة اللي أنا بدي أحضرها هل بالفعل أنا هي لازمتني كشخص؟ يعني أنا اليوم ولا تضيع وقت، ولا هو عبارة عن شيء أنا عم بحضره احتمال ما أستفيد منه. حلو. أنا لازم اليوم أعرف ما ينقصني، يعني إما أنا كشخص أعرف الشيء اللي أنا فاقده أو من خلال محيطي. يعني اليوم في كتير أشخاص مثلا بيقولوا له أنه عندك طلة كتير حلوة، ليه ما بتشتغل مثلا بالعلاقات العامة أو بالإعلام؟ هلأ حلو كتير هذا الشيء، ممكن يكون عنده طلة حلوة، هذا الموضوع أو علاقاته أو التواصل عنده عالي يتميز عن غيره من الأشخاص، هذا الموضوع كتير حلو لما بيقدر يكون فعلا عم يتوجه للورشات اللي هي بتنمي فيه هذا الجانب. حلو. يعني ما بيكفي فقط الفطرة أو الموضوع يكون فقط نحن بنتمتع فيه، لا، كتير حلو أنه فعلا أنا نمي هذا الموضوع أكاديميا. اسأل اليوم وين هي الورشات أو مين بيتميز فعلا، أنه لأن اليوم مثل ما تفضلت كترو طبعا هني كتروا. واليوم المؤسسات من حقها تطلب انه بدها خبره. يعني انا اليوم كصاحب عمل او شركه او مؤسسه أو شركة اليوم بدها شخص فورا يكون فايت عم ينتج، ما اليوم ما عنده وقت تدربه. تماما. فهو اليوم من مسؤوليته يكون جاهز عم بيقدم حاله لسوق العمل بالطريقه المثاليه اللي هي فعلا بتليق. اوكي. طب استاذ فادي، ما عندي وقت اتدرب، انا طالب مثلا هندسه عندي 5 سنين، كل سنه فيها 12 او 14 مقرر، في نظري وفي دوام عملي، برجع على البيت منهك. أنا كيف بدي نمي مهاراتي الإدارية، أو كيف بدي سجل كورس لغة، أو كيف بدي أشتغل على الأوتوكاد والثري دي ماكس بدورات خاصة وأنا أصلاً ما عم لحق أدرس موادي، كيف بدي أجيب وقت؟ صحيح، هاي مشكلة بصراحة واقعية كتير بنتعامل معها بكتير شريحة واسعة من الطلاب. حسب التجربة اللي نحن كنا فيها يعني بالفترات السابقة، عادة بالسنوات الأولى من الدراسة الجامعية يمكن بيكون في مرونة أكثر بالوقت.
بالسنوات الاولى. هلا بعد السنه الثالثه والرابعه ببلش تخصص، ببلش المواضيع العمليه اللي لازم دائما الطالب او البحث العلمي او او او، فهذا كله بصراحه بصير فيه ضغط. فانا يعني هون بحس انه الطالب بقدر ما كان عنده وعي ومسؤوليه من بدايه مرحلته الجامعيه، كل ما كان عم يقدر يكسب هذا الوقت لصالحه ويقدر فعلا يشتغل على شيء هو بالاساس بيعرف انه ممكن رح يلزمه لاحقا بسوق العمل. فلانه بصراحه المشكله كثير كبيره انه انا مجرد ما خلصت جامعتي، وهذا الشيء مهم، بتميز انا نوعا ما انه بالفتره الجامعيه تخرجت بمرتبه جيد جدا او امتياز، لما وصل على سوق العمل بصطدم انه انا يمكن طول لحقق هي فرصه حتى عمل انا ولا شيء. تماما يعني كثير تماماً ناس تخرجوا وقالوا انا كل اللي تعلمته بالجامعه ما استفدت. انا بلمس هذا الشيء بصراحه مع طلاب كليه الاعلام اللي عم يدرسوه جدا رائع والمناهج جدا حلوه والمدرسين والدكاتره، مو انا اللي بقيمهم، هن اللي بيعطوا شهادتهم فينا طبعا، بس بيصدموا انه ما بيقدروا يواكبوا سوق العمل او ما بيلاقوا فرصه عمل. من هالمنطلق انا خطر ببالي سؤال، كيف اخلق فرصه عمل بعد تخرجي وانا ما زلت طالبا في مرحله الدراسه الاكاديميه؟ تمام. فرصه العمل بصراحه هي اليوم اذا بدنا نحكي هيك تفصيليا، انا مو مسؤوليتي اخلقها، أنا كطالب اليوم أنا مو مسؤوليتي أنا أخلقها، ولكن المجتمع أو السوق أو الشركات هي اللي بدها تكون موجودة فرصة العمل. أنا اللي اليوم لازم أقدم حالي أكيد بخلال الظروف يعني الغير للأسف مثالية بهذا الوضع اللي نحن فيه، أكيد اليوم في تراجع كتير كبير بنسبة فرص العمل على اختلاف الاختصاصات. فاليوم المسؤولية الطالب للأسف صارت اليوم مضاعفة ليقدر فعلا يكون متميز بمجموعة من المعطيات. مثل ما تفضلت اليوم خلص خريج الإعلام بتميز لو فرضنا، أو يعني أخذ هيك من خلال دراسته الجامعية فائدة كتير مهمة، وأكيد يعني من خلال المناهج، ولكن مجرد ما حطيت قدامه كاميرا بجوز يتلبك. طيب هو خريج إعلام فبروح بدي أقدم نفسه كمثلا مذيع أو كمثلا محرر أو محرر أو أي عمل لي خبر أو أكيد مقال، فبلاقي في كتير صعوبات بهذا الموضوع. صح. هون من واجبه أثناء دراسته الأكاديمية يبلش يلاقي وين فرص تدريب ممكن يقدر يحققها، لحتى مجرد ما خلص هو هاي الدراسة الأكاديمية يكون عنده هالسكيلز فورا يقدر بأسرع وقت ممكن. أكيد ما رح تكون فرصة العمل ناطرته، ولكن بأسرع وقت ممكن إذا كان في فرصة عمل يقدر يقدم حاله كشخص منافس مع مجموعة من الأشخاص اللي ممكن يكونوا موجودين. طيب ختاما أستاذ فادي، اليوم نحن بنلاقي الحقل الأكبر بكتابة السي في، كيف تكتب سي في، هو للسكيلز أو البينيفيتس أو كيف تكسب مهارات، شو المهارات اللي عندك إياها. منلاقي الحقل الأصغر هو للشهادات اللي معك إياها. أنا بدي وصل لتخرجي وعندي القدر الأكبر من المهارات، أوكي الدورات والورشات والمنظمات حكينا عنهم، شو ممكن أعمل أنا على صعيد ذاتي، وحضرتك مدرب تنمية ذاتية، على صعيد ذاتي دون اللجوء لأحد، شو لازم أشتغل؟ هلأ هي بصراحة مثل ما قلت لك أستاذ ورد، بترجع هذا الموضوع لأنا شو بدي؟ يعني أنا اليوم شو اللي بدي إياه بعد المرحلة الجامعية؟ شو أنا المجال اللي أنا اليوم نويت فوت فيه؟ مثل ما بنعرف كل تخصص أكاديمي فيه له مجموعة من الخيارات بعد المرحلة، سواء عم نحكي بالإعلام، بالتجارة والاقتصاد، بالهندسة، حتى بالفروع الأدبية. فأنا بدي أعرف اليوم هل أنا فعلاً إلي رغبة يكون عم بتواصل مع الناس من خلال المهنة اللي أنا فيها، فإذا أنا بحاجة لنمي جدا مهارات التواصل، لأنه كتير في اليوم مشاكل بنواجهها بصراحة، يكون في كتير من الأشخاص هن موجودين بأماكن على تواصل أو تماس مباشر مع المجتمع، ولكن هو يفتقد لأبسط أساليب التواصل. بحاجة أطور لغاتي؟ هلأ اليوم أكيد اللغات مهمة، ولكن لا تقل أهمية اليوم حتى إذا أنا أمتلك لغة أو لغة بيدعموا لي السي في او بيدعموا لي مثلا الكوميونيكيشن مع الوسط المحيط، ولكن افتقر للمهارات الاساسيه بالتواصل. هاي بدها حلقه لحالها مهارات التواصل. فبصراحه هذا الموضوع كثير مهم، ولازم كثير يعني جيل الشباب بشكل عام او الطلاب يعني الموجودين اليوم بالجامعات ينتبهوا له، لانه اكيد هذا بده وقت وبده جهد. صحيح. بعتقد من الذكاء انه يستثمروا هذا الوقت. صحيح. خلال دراستهم، لان بعد الجامعه في مرحلة تانية لا تقل وقت عن مرحلة الدراسة الجامعية. مو ورد اللي بيعطي نصائح أكيد، بس أنا بحب ضيف ملاحظة إنه إذا أنا ما بقدر أعمل دورات وما عندي مصاري لأعمل دورات وما عندي وقت، أقل الإيمان إنه تابع
تابع الناس اللي عم تعمل شو عم تعمل، تابع تلفزيون، تابع مواقع التواصل الاجتماعي، تابع وكالات، تابع اي شيء. يوتيوب بيعلمنا اليوم كثير. اليوم في شيء كثير مهم حتى بالسينما. يعني هذا المجال انا بتمنى حتى الاشخاص اللي عندهم رغبه تماما. اليوم افلام السينمائيه صار في كثير افلام تعليميه يعني بتشوف فيلم سينمائي ولكن له هدف كثير، معلومات ومهارات معينه. شكرا كثير استاذ فادي رحمون، ولنا لقاءات قادمه قريبه باذن الله. هذا كان كل شيء بحلقتنا لليوم ببرنامج طريقي. بدي ارجع اذكر برابط الصفحه اللي عم تظهر اسفل الشاشه، هي الصفحه اللي بتنزل عليها كل الحلقات وكل الفقرات، وفيكم تصوتوا من خلال الفقرات لما تتابعوها ويظهر قدامكم السؤال وتختاروا من بين الاحتمالات المتاحه. شكرا لكل حدا تابعنا، تبقوا بألف خير.